تجربة الحقيقة اللعيبة المصرية في الدوري الألماني كانت تجربة بدايتها قوية جدا، وكنت أتمنى إنها تكمل باعتبار الأندية الألمانية كمان ظروفها الأنسب لفكرة إنها تستعين بلاعبين من الدوري المصري، وكان عندها تجارب ناجحة جدا. يعني بفتكر طبعا هاني رمزي أكتر واحد لعب ماتشات في وعدد دقائق في الدوري الألماني لما احترف في البونزليجا، بدايته على ما أتذكر كانت في نيو شاتل في سويسرا، ومنها راح بعد كده بونزليجا. وكانت بالنسبه لنا هنا في مصر انه لعيب مصري يحترف في البونزليجا في التوقيت ده حاجه كبيره جدا، كنت اتوقع ان الباب بقى يعني يتفتح. وزيدان تجربته طبعا في المانيا كانت تجربه ملهمه جدا مع يورجن كلوب، بالمناسبه مدرب ليفربول، وحقق نجاحات كبيره جدا ووصل انه يلعب في بروسيا دورتموند. عماره وياسر رضوان كان ليهم تجربه طويله برضو استمرت مع هانزا روستوك، لكن في النهايه الموضوع لم يتم استغلاله. كل حاجه في الدنيا دي قاعده ويتم البناء عليها، وانا اعتقد ان احنا كان عندنا بالذات في الالماني، يعني الاسباني صعب علينا قوي، الايطالي الى حد ما برضو يعتبر صعب جدا على الرغم من الظروف في ايطاليا اتغيرت، لكن احنا ما فكرناش نغير من فلسفتنا ومن استراتيجيتنا. على كل الاحوال الموضوع ده فيه كلام كتير جدا مرتبط باتحاد كوره، مرتبط بانديه، مرتبط بوكلاء اللاعبين. الحقيقه في مصر هنا يعني لا ارى لا اسمع لا اتكلم. خلينا نروح لانجلترا اللي كان متوقع ليها الحقيقه انه السنه دي يكون طرفي نهائي دوري الابطال فرقتين من انجلترا، يعني كان كل اراء والترشيحات وانا منهم كنت بقول ان هي هيكون سيتي ليفربول، لكن في النهايه الحقيقه استطاع الريال انه يخطف بطاقه التاهل النهائي في ملعبه في البرنابيو من السيتي، وعندنا طبعا مواجهه كلاسيكيه او مواجهه ثائريه ما بين ليفربول وما بين ريال مدريد في دوري الابطال. خلينا ناخد لقاء مع اندي جراي نجم توتنهام ونجم استون فيلا السابق، ضيفنا على شاشه على شاشه الاهلي في السادسه. برحب بيك بدايه واهلا وسهلا بيك معنا. شكرا على استضافتي. بداية هبتدي معاك الحقيقة الكلام بمباراة امبارح اللي يمكن كل مشجعي ليفربول هنا في مصر تابعوها، المباراة اللي جمعت بليفربول وتوتنهام وانتهت بالتعادل وأضعفت أعتقد من فرص ليفربول في التتويج ببطولة البريمير ليج. هل بتشوف أنه المسابقة حسمت ولا الأدوار واللقاءات اللي جاية ممكن تحمل المفاجآت؟ أعتقد أن السباق الحالي بين ليفربول ومانشستر سيتي هو سباق ملحمي على البطولة الإنجليزية. أعتقد أن كل المباريات القادمة مهمة. أعتقد أن ليفربول لديه فرصة جيدة للمنافسة. أعتقد أن لازالت المنافسة قائمة حتى يومنا هذا. في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها السيتي أنهى الشوط الأول متقدما على نيوكاسل بنتيجة 2-0، وخصوصا يمكن دوافع السيتي زادت بعد الخروج من بطولة دوري الأبطال أمام ريال مدريد. أعتقد أن مباراة نيوكاسل هي مباراة حتمية لمانشستر سيتي، فسيفوز بها في كل الأحوال. أعتقد أن مانشستر سيتي يجب عليه أن يستغل كل المباريات ليتابع على نفس النمط للفوز بالدوري الإنجليزي. بمناسبة الكلام عن الليفر خليني أسألك برضو على المواجهة المنتظرة. البعض في أكثر من مناسبة وفي أكثر من دور من بطولة دوري الأبطال قال أنه يمكن ريال مدريد ليس مؤهلا للمنافسة بقوة على لقب بطولة دوري الأبطال، ورغم كده الحقيقة نجح في العودة من خلال أكتر من ريمونتادا أمام الإنتر أمام تشيلسي وأمام السيتي. إزاي بتشوف المواجهة بين ليفربول وبين ريال مدريد، ومين اللي فرصه أكتر من وجهة نظرك في تحقيق اللقب السنة دي؟ حسنا الأمر الآن إذا الأمر يعتمد على جاهزية مدى جاهزية الفريقين. أعتقد أن ليفربول تطور جيدا، نمط فريق ليفربول أسرع بكثير مؤخرا. أعتقد أني أتوقع مباراة سريعة جدا، مباراة قوية.
90 دقيقة 90 دقيقة ليست مرجحة لأي من الفريقين، ولكن أعتقد أن ليفربول الحق. كنت واحد من نجوم توتنهام، ورغم وجود يعني أسماء الحقيقة على أعلى مستوى بيضمها الفريق مش بس في الموسم الحالي حتى في المواسم السابقة، وعلى الرغم كمان من وجود واحد من أهم الأسماء في عالم التدريب أنطونيو كونتي الإيطالي على رأس الجهاز الفني، إلا أن توتنهام بعيد دايما عن المنافسة على أي لقب أو بطولة. من وجهة نظرك إيه هي أهم الأسباب؟ أعتقد أن المنافسة أيضا تزداد صعوبة كما يتحسن فريق توتنهام. أعتقد أن فريق توتنهام منذ آخر 3 أشهر منذ أن انضم كونتي لقيادة الفريق، أعتقد أن الأمر تغير. أعتقد أن الفريق ينافس. أعتقد أننا لا نستطيع أن نحكم عليه في هذا الموسم، ولكن نعطيه فرصة أكبر. قوة مسابقة الدوري الحياة الإنجليزي مش بس مرتبطة بمتعة المشاهدة ومتعة حالة الصراع اللي بتستمر مع كل الماتشات على مدار الموسم بالكامل، لكن كمان نجاح الأندية الإنجليزية في أنها تضم أهم وأكبر الأسماء سواء في عالم التدريب أو من نجوم كرة القدم. ده انعكس بشكل إيجابي على الأندية، لكن ما حققش نفس المردود على المنتخب الإنجليزي اللي لم ينجح في التتويج بأي لقب. إيه السبب من وجهة نظر أندي جراي؟ حسناً، هذا سؤال مهم جداً، أستطيع أن أجيب على هذا السؤال. بالنسبة لديك في الفريق في الدوري المحلي الآن في الدوري الإنجليزي لديك لاعبين أجانب كثر، تستطيع أن تجد القلة المميزة من اللاعبين الإنجليز في الفرق الكبيرة كهاري كين، رحيم ستيرلينج. إذا نظرت الآن إلى المدافعين لن تجد وفرة من المدافعين في قمة المستوى، لذلك الأمر صعب أن ينعكس هذا المستوى بشكل جيد على الفريق على منتخب إنجلترا. الأمر الآن هذا إنجاز أن تتأهل لنهائي البطولة الأوروبية وأن تتأهل لكأس العالم، الأمر صعب جدا. أندي جراي نجم توتنهام وأستون فيلا، طبعا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليفربول. ما عندناش غير ليفربول هنا على الأقل أنا شخصيا أشجعه في مواجهة الريال في نهائي دوري الأبطال. بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق للكرة الإنجليزية. وأروح معكم من إنجلترا لألمانيا وتحديدا مع الدوري الألماني، مباراة أولى هتجمع بين باير ليفركوزن مع هوفنهايم، مباراة كان يحتاج فيها باير ليفركوزن واللي قدم موسم رائع الحقيقة للفوز عشان يضمن مقعد في المنافسة في البطولات الأوروبية، لكن الحقيقة تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن زي ما بيقولوا. يستقبل في بداية المباراة هدف مبكر جدا الحقيقة من هوفنهايم، ورغم عودته ونجاحه في إدراك التعادل بالهدف اللي حضراتكم شايفينه، إلا أنه الحقيقة استمر تقدم أو تفوق هوفنهايم على باير ليفركوزن. الفارق كانت كبيرة جدا بين الفرقتين، ولكن هوفنهايم نجح في تسجيل هدف تاني بخطأ سيء جدا وغير متوقع من قلب الدفاع وحارس المرمى. الاثنين طلعوا على الكرة والحقيقة يعني سابوها بمنتهى الغرابة عشان يسجل هوفنهايم هدف التاني، لكن الحقيقة ريمونتادا بدأت من الشوط التاني الحقيقة ونجح فيها باير ليفركوزن عن طريق نجومه في أنه يسجل 3 أهداف متتالية. هدف الأول كان في بداية الشوط التاني اللي حضراتكم شايفينه، وده كان هدف التعادل، واستمر الضغط الحقيقة ومن ترقيصة أكتر من رائعة وإصرار يعني يحسب لمهاجم ليفركوزن. استطاع أنه باتريك تشيك طبعا واحد من نجوم الدوري الألماني الموسم ده، وأتوقع الحقيقة أنه يمكن يكون في الموسم القادم في واحد من الفرق الكبيرة على الأقل في الدوري الألماني. وبعد الهدف الثالث ضغط هوفنهايم عشان يحقق التعادل، لكن الحقيقة استغل مهاجم باير ليفركوزن الغلطة الدفاعية عشان يأكد على هدف فريقه ويفوز الفريق 4-2. نروح لبروسيا دورتموند الحقيقة اللي حقق فوز معنوي نقدر نقول كده على فرايبورغ. المباراة دي كانت الحقيقة على جروثنفورث الحقيقة معلش دي مباراة انتهت الحقيقة بفوز فريق بروسيا دورتموند على جروثنفورث، ويمكن المباراة دي شهدت تسجيل نجوم بروسيا دورتموند ل3 أهداف. طبعا كان بينافس لغاية يعني يمكن
اربع او خمس اسابيع كان مش هقول بينافس، لان الحقيقه يمكن البايرن السنه دي من البدايه وهو مكشر عن انيابه وحاسم البطوله بشكل كبير، لكن اقصد اقول كان عنده فرصه في المنافسه او كان بيحافظ على فرصه في المنافسه في بطوله الدوري الالماني، لكن طبعا فوز معنوي قدر من خلاله بروسيا دورتموند يحقق فوز بنتيجه 3-1، ورغم طبعا التعادل اللي اتحقق لكن استمر ضغط باير ليفركوزن من كره سريعه وهجمه سريعه وهجمه مرتده قدر بيها يخترق دفاعات الفريق المنافس ويحط الهدف الثاني عشان تبقى النتيجه 2-1. وقبل نهايه المباراه استطاع بروسيا دورتموند الحقيقه واحد من يمكن من اكثر الفرق في المانيا اللي بتقدم كره ممتعه، وبصرف النظر عن النتائج والبطولات لكن الحقيقه بيقدم كره جميله جدا بروسيا دورتموند، وانتهت المباراه بنتيجه 3-1. فقراتنا لسه متواصله وكلامنا عن الاهلي وعن المنتخب مستمر معاكم في السادسه، بس نروح لفاصل ونقابل حضراتكم بعد الفاصل.